تواجه الجزائر كسائر الدول عدة تحديات طبيعية كالتصحر والجفاف والاحتباس الحراري وتلوث أحيائنا ومدننا. أفضل حل لرفع هذه التحديات هو العودة إلى عاداتنا وتقاليدنا وترسيخ ثقافة حماية البيئة والأشجار والاعتناء بالغطاء النباتي المحيط بنا، انطلاقاً من 25 من أكتوبر 2019. كلنا على مستوى الإدارات، المؤسسات العمومية والخاصة، الجمعيات وفاعلي المجتمع المدني، الكل على موعد مع البرنامج الوطني للتشجير بحملته الموسمية التي تمتد إلى شهر مارس 2020 تحت شعار شجرة لكل مواطن. للمشاركة رجاء الاتصال بمحافظة الغابات في ولايتكم